الأراضي البركانية والصحراوية بتعتبر من المناطق القاحلة اللي قليل جدا من الكائنات كانت بتعيش فيها، لأن النباتات بتبقى قليلة فغالبا مش هيبقى فيه ديناصورات نباتية كتير، فبالتالي مش هيبقى فيه مفترسين. لكن في بعض الأحيان المناطق الوعرة دي بيكون فيها حياة، وده عنوان الحلقة التانية من كوكب ما قبل التاريخ، الأراضي الوعرة. وفي الحلقة دي هنتكلم عن كائنات كتير مذهلة تميزت بصفات غريبة وطرق ذكية في كيفية التأقلم مع الأوضاع الصعبة. فلو بتحب الكائنات المنقرضة وخصوصا الديناصورات، أحب أقولك إن القناة دي معمولة علشانك، فما تنساش الاشتراك علشان تشوف كل جديد. ومن غير كلام كتير اديني الانترو علشان نخش في الفيديو على طول. من 100 مليون سنة هضبة الدكن في الهند كانت شبه جحيم على الأرض، مناطق بركانية وحمم حرارتها مهولة جدا، مكان من الصعب انك تلاقي فيه ديناصورات. وعلى الرغم من كده الايسوسورس كانوا بيخاطروا بحياتهم في التجول هناك، والغريبة ان كلهم إناث، وديناصورات بالحجم الكبير ده هيكون صعب عليهم المشي بسرعة، والأرض تحتهم نار حرفيا. ده غير ان الفتحات البركانية بتطلع غازات سامة، مع الوقت الغازات بتتكثف، ولو الايسوسورس شموا جرعة حتى لو صغيرة ممكن يموتوا مخنوقين. طب هم ليه يسيبوا مكانهم في الغابة ويجوا يخاطروا بحياتهم في مكان زي ده؟ الإجابة ببساطة علشان يضعوا البيت بتاعهم في مكان آمن. آمن؟ آمن إيه يا عم الحاج؟ هو في أي أمان في النار دي؟ بالراحة عليه عزيزي المشاهد، مش كده. أصل فكرك إزاي ديناصورات بالحجم دوت هتدفي البيت بتاعها؟ أكيد مش هتقعد عليه، ده كان زمانه اتدشمل. وغير كده المفترسين في كل حتة في الغابة. فالأمهات في المواسم المعينة لوضع البيض بيروحوا المناطق البركانية وبيبعدوا عن الحمم، متجهين للفوهات المرتفعة الهادئة، وهناك بيدفوا البيض بتاعهم. حرارة ملائمة لنمو الجنين وبعيد عن أي مفترسات. طب ثانية يا جيو، انت نسيت ان في غازات سامة؟ الأمهات ازاي وصلوا للمناطق المرتفعة دي؟ أصل عزيز المشاهد الديناصورات دي بتتميز برقبة طويلة جدا، ولما الغازات بتتكثف بتنزل لمستوى منخفض بعيدا عن ألف الايسوسورس. وبعد بقى ما الأمهات بتضع البيض بتاعها بنجاح، بيرموا عليه شوية تربة من ديت علشان يتدفى، وبيرجعوا هما تاني لمناطق الراحة بتاعتهم عقبال ما البيض يفقس. وبعد فترة من الزمن البيض بالفعل فقس، والأطفال بيتحتم عليهم إنهم يرجعوا للأمهات علشان ياكلوا. وكانوا بيستخدموا طريقة غريبة جدا علشان يعرفوا طريق الرجوع، وهي عن طريق شم روث الأمهات. وطبعا رحلة الرجوع بتبقى صعبة جدا وممكن تبقى مستحيلة على بعض من الأفراد، خصوصا لو في مفترس زي الراجاسورس. وممكن حد يسأل، هو إيه اللي هيجيب مفترسين هنا؟ هو إحنا مش قولنا إن في غازات سامة؟ عندك حق يا عزيز المشاهد، هو في أغلب الوقت المناطق دي بيبقى فيها غازات سامة كتير، لكن لما الرياح بتيجي بتبعد أغلب السموم، وده بيفتح مجال كبير للمفترسين اللي زي الراجاسورس. والراجاسور ده ديناصور هندي بيعتبر أخو الميجينجوسورس على طول، وطبعا ده واضح جدا من الشكل. وفي وجود اطفال كتير من الايسوسورس، الراجاسور هيحصل على وليمه تشبعه لفتره كبيره، لانه ديناصور سريع فممكن بكل سهوله يحصل على الاطفال. وعلى الرغم من اختباء البعض في صدوع الحمم المتجمده، الا انهم ما كانوش بيلزموا الصمت، وده ما كانش في صالحهم. وغير كده الدنيا اتأزمت معاهم اكتر بوصول راجاسور تاني، والاتنين كانوا حبة حلوين جدا من الايسوسورس، لكن في نهاية الأمر نجح الميقات في الوصول لمناطق الراحة. الديناصورات في المناطق الصحراوية كانوا بيعانوا جدا من العطش والجوع والحر، لكنهم بيستمروا في الحركة على أمل الوصول لأي واحة. وحظهم السعيد إن كان في واحة قريبة جدا منهم، لكن علشان يوصلوا لها كان لازم يعدوا خلال وادي الهضاب، المكان اللي يبان من بره إنه مهجور، لكن ممكن يكون فيه حاجات مش هتعجب الديناصورات دي أبدا. وبالفعل الوادي كان فيه مجموعة من الفلوسي رابترز كانوا مختبئين ومنتظرين الفرصة المثالية. بس يا جيو، هو معقولة مجموعة الفلوسي رابترز دول هيقدروا على التيتانوسور؟ في الحقيقة ده شيء مستحيل يا عزيز المشاهد، هما لوحدهم مش هيقدروا أبدا، لكن زي ما تقول هما مستنين مفترس أقوى منهم يجي ويخلص المهمة وهم هياكلوا الفايض. ومع تعمق المجموعة أكتر في الوادي، الديناصورات كانت بتستهد في التوتر وكانوا حاسين بخطر كبير. وبالفعل وصل تيركس الصحراء عمنا التربوسور، والهيبة بتاعته بس خلت التيتانوسورات تتكعبل على بعض، لأن مفيش أي مفر
هم بالفعل تعمقوا في الوادي. الكائنات الوحيدة اللي ممكن تهرب هم النباتيين الصغيرين. ابتدوا على طول بالتسلق لمناطق مرتفعة، طبعا هربا من الترجوسور علشان يلاقوا في وشهم الفلوسيرابترز. وطبعا زي ما احنا عارفين نجاح الفلوسيرابترز في الصيد يكمن في الجماعية، فواحدة كانت بتجري ورا القطيع وواحدة تاني تهاجم الفريسة من الأمام، وبكده العملية كانت بتنجح. وبالنسبة للترجوسور الأمر كان أسهل بكتير، التيتانوسورات كانوا بيدوسوا على بعض من كتر الخوف، فطبعا كان فيه أفراد ماتت، وده كان العشاء بتاع الترجوسور. والعملية دي ما كانتش بتحصل بالصدفة البحتة، يعني مش مثلا مجموعة الترجوسور كانوا معديين راح لقوا شوية تيتانوسورات محبوسين جوه الوادي، لا الأمر ده كان بيبقى ليه خطط معينة. مجموعة الترجوسور كانوا بيختاروا المناطق الصحراوية الهادئة اللي موجودة بالقرب من الوادي، وأول ما يلاحظوا إن في ديناصورات دخلت المصيدة بيخشوا يخلصوا الليلة. سفينة الصحراء في عصر الديناصورات كانت مختلفة تماما عن الجمال الحالية، والكائنات دي بتسمى التارشيا، ديناصورات نباتية من عائلة الأنكيليوسورس، يعني زي ما تقول كده أنكيليوسورس الصحراء. والاسم ده ما كانش من فراغ، الديناصورات دي بتتميز بكذا حاجة تخليها تعرف تتعايش مع الأجواء الصحراوية. يعني مثلا التارشيا بتمتلك بقع داكنة حوالين عينيها علشان تحميها من الحرارة، ده غير انهم بيمتلكوا جهاز تبريد خاص بيهم، والجهاز ده بيتمثل في شكل الأنف وآلية التنفس، لأن مع كل نفس بيطلع من التارشيا بتحاول تكثف الهواء على قدر الإمكان، وده بيساعدهم في تجميع أجزاء صغيرة جدا من المية، لأن في أوقات ضئيلة الهواء ممكن يكون رطب، لكن ده مش بيحصل كتير بسبب جفاف الصحراء. وعلى الرغم ان الديناصورات دي بتعرف تتعايش لفترة كبيرة من غير مية، لكن ده ما يمنعش ان لو في ازازة مية ممكن ياخدوا لهم بقين، وازازة المية بالنسبة لهم هي اي واحة بتتجمع فيها الامطار في المواسم المطيرة. المميز فيهم بقى انهم حافظين الصحراء عن ظهر قلب، يعني تحس ان هم معاهم جي بي اس متنقل، اي منطقة كان فيها مطر قبل كده هيعرفوا مكانها بسبب الذاكرة بتاعتهم، يعني زي قطيع كرون في فيلم دايناصورز لما كانوا رايحين أرض المأوى. بس لما وصلوا التارشيا للواحة ما كانتش بالظبط أرض المأوى، لكن اهو شوية مية يبلوا الريق الناشف. وطبعا لما يوصلوا أكيد هيكون في منافسة على المية، الكائنات دي ما تعرفش هتلاقي مية تاني إمتى، فابتدى التارشيا الكبير يهدد الصغير، وطبعا واضح إن ده نزال صعب عليه جدا. لكن مع وصول الدعم للصغير قرروا الشباب إنهم يتفقوا على عدم الاختلاف، المية كتير وهتسيع من الحبايب ألف، مش ألف قوي يعني. سؤال الحلقة دي هو ازاي العلماء عرفوا ان الديناصورات بتبيض، وازاي عرفوا طريقة اهتمامهم بالبيض؟ الإجابة على السؤال الأول هو ان في حفريات كتير لبيض متحجر وجدت بالفعل، وحجم البيض وعمر الحفرية كان بيدل على انه بيض ديناصورات، ده غير ان في بعض من البيض كان بيحتوي على حفريات لأنواع مخصصة من الديناصورات. لكن طريقة الاهتمام كانت بتختلف من ديناصور للتاني، يعني في بعض الديناصورات بتفرش البيض حواليها ومش بتقعد عليه، لكنها بتفرد أجنحتها علشان حرارة الشمس العالية ما تجيش عليه، والأمر ده بيستخدمه الديناصورات اللي بتمتلك ريش وكمان اللي بتعيش في مجموعات، وإنهم يكونوا في مجموعات ده شيء هام جدا لأنهم ملزمين يفضلوا مع البيض طول الوقت وإلا المفترسين هيخلصوا عليه. فشوية كانوا بيهتموا بالبيض وشوية تاني كانوا بيجيبوا أكل لنفسهم، ولو الشوية اللي قاعدين حسوا ان في اي مفترس بيصرخوا على طول علشان الام تيجي وتحمل البيض بتاعها، وهنا كانت بتبقى فايدة المجموعة. وفي ديناصورات بتعمل زي الايسوسورس بتدفن البيض بتاعها في الرمل لحد ما يفقس، وبعد كده الاطفال بتيجي للامهات. والحاجات دي اكتشفناها من خلال مقارنة طرق الكائنات الحالية في وضع بيضها مع المنقرضات، لان عندك سلاح في المية بتدفن البيض بتاعها، وبعض أنواع الطيور بترمي تراب على البيض علشان تخبيه وتدفيه، ده غير الدراسات اللي بتتعمل على القشور اللي على البيض المتحجر. والعلماء بيربطوا الخيوط مع بعض وبيطلعوا لنا المعلومة اللي بنسبة 90 أو 95% بتبقى أكيد. وبكده نكون اتكلمنا عن أبرز الكائنات اللي ظهرت في الحلقة الثانية من كوكب ما قبل التاريخ، وناقشنا الطرق المختلفة في الحياة في الأراضي الوعرة، ده غير إن احنا جاوبنا على سؤال الحلقة. فلو حبيتوا الفيديو ما تنسوش اللايك المشجع علشان نكمل باقي الحلقات، ولو لسه ما اشتركتش انت مستني يا عزيزي المشاهد، يلا شد حيلك، عايزين نوصل ل 100 ألف مشترك في اسرع وقت. وبعدين هتشوف الفيديوهات الجديده ازاي وانت مش مشترك؟ هتظهر لك عادي حتى لو انت مش مشترك، هو اليوتيوب عملها تاني؟ خلاص براحتك يا اسطى. فبس كده دي النهايه، بشكركم جدا على المشاهده، كان معاكم جيو واشوفكم في فيديو جديد.
سلام.